يعطيكم العافية وأهلا فيكم في برنامج ريست. اليوم راح أتكلم عن آلام الأكتاف، بالذات أنه زاد بالفترة الأخيرة بسبب لعبة البادل، فالأغلب ما قاعد يسخن عدل وقاعد يدش اللعب على طول، فمع أول طقة قوية ياخذ الحماس إيش راح يصير؟ راح يصير عنده شد قوي، يمكن يصير عنده التهاب بالأوتار أو يعني العضلات اللي هني كلها اللي حوالين الرقبة والأكتاف تكون شادة معه. زين، راح اسوي لكم تمارين بالسيور. هذه التمارين تقدر يعني هي منها تقوي ومنها تكون تسخين حق قبل اللعب، وحتى اذا خلص اللعب خلال يومك تبي تمارسها 3 مرات في اليوم تسوي 15 تكرار او لي 30 ثانيه تكرار مو مشكله، تقدر، لان راح تفيدك وتقوي اكتافك. اول تمرين راح نسويه، ابيك تمسك السير على الاطراف، اوكي، راح تسوي 15 مره تفتحها سايد، اوكي. يلا راح نبلش مع بعض نسويها. 1 2 راح تدور 5. التمرين اللي بعده هذا سوينا 15 تكرار، هم اللي بعده راح نسوي 15 تكرار. أبيكم تحطون السير تحت ريولكم، تفتحون شوية على شكل مربع، 15 تكرار لفوق راح يكون. حق آلام الأكتاف نفس المسكة، بيكم تكون ماسكينه على الأطراف، اوكي. نروح بيدي كاملة أردها ورا وأرد أجدمها مرة ثانية، أحاول إني ما أثني إكواعي نهائيا. هم نفس الشيء راح نسوي 15 تكرار. التمرين اللي بعده راح يكون فيكم تكون ماسكين السيور، 1 إيد ثابتة فوق، اوكي، وإيد تنزل، 1 ترد تصعد مرة ثانية، 2 ترد تصعد مرة ثانية، 15 تكرار كل إيد راح نسويه. 1 خلصنا 15 مرة إيدنا اليمين، نروح الثانية الإيد اليسار هم 15 مرة. الحين هم واحدة من التمارين اللي هم تفيدنا حق الأكتاف راح تكون، أبيكم تربطون السير أي مكان يكون فيه ثابت، أوكي، بعد شوية إيدك تكون 90 ماسك السير كذي، أوكي، تفتح سايد 1 وترجع مرة ثانية تسكره. راح نسوي مع بعض الحين 15 مرة.
التمرين اللي بعده نفس الشيء، نكون ماسكين رابطينه، نمسك السير، نحاول من الجهتين، اوكي، نصعد لفوق، واحد اثنين. نفتح السير، الحين راح أعيد معاكم التمارين اللي سويناها مرة ثانية، أوكي؟ انتهت من أول تمرين، راح نمسك سير الأطراف، نفتح 15 مرة. واحدة من التمارين اللي نقدر نسويها ان الايد تكون ثابتة هني، اوكي، وتحاول تفتح لورا، واحد اثنين، بالطريقة هذه ثلاث. سويتش إيدك الثانية، تروح خمسة عشر مرة. الحين راح أسوي التمرين اللي بتلف كذي كذي 15 مرة، مرة ثانية نمسك السير على الطرف، نفس الشيء عندك تقدر تلف شوي السير على ايدك، اوكي، وتثبت ايدك تحت، تحاول تمسكها من هني وتصعد لفوق، ترد مرة ثانية نجيبه، اوكي. يدك الثانية طبعا على حسب شدة السير تسحب أو تربطها على إيدك، تردها هني، هذه التمارين كلها اللي سويناها بس تحتاج معاك السيور، هي تقوي الأكتاف، حتى لو الأكتاف تتعاني منها من ألم يحوشك خلال التمرين، تقدر تسخن هذه التمارين الوارم أب، أوكي، أو خلال يومك العادي هم نفس الشيء تقدر تستعملهم علشان تقوي إيدك حق لعبة البادل أو حق تمارينك في النادي. كذي وصلنا حق نهاية الحلقة، يعطيكم العافية ونشوفكم على خير إن شاء الله.